بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاركاتي الأعزاء، مشاركم حبيباتي، نتمنى لكم جمعة سعيدة إن شاء الله. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها صلاتكم يوم الجمعة معروضة عليه. اليوم حبيباتي حبيت نشارككم وصفة جد رائعة، جد 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 بنينة وصحية في نفس الوقت، ألا وهي تكتوكه، ولا كما يقولوا الشطيطحه تاع الكابويا. راهي صحيه بزاف، اللي مدايرينو يجي، ملي مرضى السكر مليحه بالبزاف. نتمنى انكم تجربوها. ما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير. المقادير عندي كما راكم تشاهدوا، عندي برج تاع كابويا اللي هو اليقطين، عندي سنينه الثوم، عندي ملح، فلفل اسود، عندي زوج حبات طماطم، وعندي فلفل حار اختياري. اللي تحبها حاره ديرلها، اللي ما تحبهاش حاره ما ديرلهاش. نبداو على بركه الله. بسم الله، نجيب الكابويا تاعي، نحي لها اللب هذا، نحي لها اللب والبذور، نحطهم بجنب هكا. هنا الكميه ما تقيدوش، كل واحد المقدر تاعها، اللي عندها برج قل على هذا، اللي عندها اكثر على هذاك، على حسب افراد العائله هكا. ودرك نقشرها، نحي لها هذا الاخضر. صدقوني هذه الوصفه تعلمتها على انسان عزيز عليا، اللي هي مرت عم زوجي، مدتها لي. كاين بزاف وصفات باليقطين الكابويا، هذه الوصفه حصريا في قناتي، نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. نحيو لها القشور كامل، نكمل نقشرها ونرجع لكم. هنا هاي الكابويا تاعي قشرتها وقطعتها تاع مربعات صغار، نزيد نقص لها الفلفل، نقصو دي كيوب صغار خلاص. هنا اللي يحبوا الحار يحطوا، اللي ما يحبوش يقدروا يستغناو عليها عادي، ولكن واحد يعطيها نكهه جد جميله. نضيفو الكابويا تاعي، قشر حبة الطماطم. هنا اللي يحب يسكرفجها يسكرفجها. نقصها، نضيف الطماطم تاعي، نحط بسم الله الملح والفلفل الأسود والثوم تاعي، نكمل نحكها ونرجع لكم. نعاود لكم المقادير، عندنا الكابويا، برج كابويا اللي هي اليقطين، عندي فلفل الكحل، ثوم، ملح، فلفل حار وطماطم. نحط لها 4 ملاعق من الزيت، بسم الله،
هنا اللي تحب تستعمل زيت الزيتون تستعمل يكون صحي اكثر. ثلاثة أربعة، والقليل من الماء لأن الكابوي كما نعرفها فيها الماء. نخلط المكونات، نحطها على نار تكون متوسطة، نغلق عليها ومرة على مرة نحركها. إلا شفتها مخصوصة في الماء نزيد لها القليل فقط، ما تكتروش ما تكتروش الماء، وتشوفوا كيفاه تبدأ تطيب معنا بربي إن شاء الله. هنا حبيت نعتلكم الشكل تاعها كيفاه، راهي بدات تتقلص بدات تطرى، شوفوا كيفاه. ما تطلبش يعني وقت كبير في الطهي تاعها. شوفوا هذا بالتمام، نزيدوا عليها نصف ملعقة إلى ملعقة طماطم مصبرة، راكم تشوفوا فيها كيف ولات دايبة. نخلي الملعقة تاع الطماطم تذوب، نزيد لها القليل من الماء، وتشوفها إن شاء الله في صحن التقديم. فوالا حبيباتي، هاو الطبق تاعنا جاهز، تكتوكا ولا شطيطحة تاع الكابويا، راهي بنينة بزاف بزاف. نتمنى أنكم تجربوها، ما تنساوش دعموني باللايك والكومنت، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. في الختام، سلام.